على الرغم من محاولات الإجهاض العديدة التي واجهتها ثورة الشباب السلمية بغية الانتقام من ثوارها وإخراجهم من الذاكرة التاريخية، إلا أن شبابها هنا مصممون على إحياء ذكراها بشكل سنوي، متمسكين بأمل الخروج من الأزمات المختلفة ومتجاوزين لمحاولة وأد ثورتهم. 7 سنوات انقضت من عمر ثورة فبراير، شهدت البلاد خلالها جملة من التحولات، ابتداء من أحداث الثورة نفسها وصولا إلى المرحلة الانتقالية ثم الانقلاب أو ما بات يعرف مؤخرا بالثورة المضادة. وعلى خلاف السنوات الماضية، دشن اليمنيون هذا العام احتفالاتهم بالثورة منذ وقت مبكر في مختلف المحافظات، نظرا لأوضاع الحرب التي تشهدها البلاد ورفضا لتحميل الثورة السلمية وزر الانقلاب وتبعاته الكارثية. كانت بداية هذه الاحتفالات في محافظتي تعز ومأرب، حيث احتضنت تعز حفل إيقاد شعلة الثورة بحضور حشود من المتظاهرين في إطار فعاليات فنية وخطابية نظمتها العديد من مكونات الثورة. مأرب التي باتت إحدى أهم المدن المركزية في السنوات الأخيرة نظمت أيضا حفلا خطابيا وفنيا بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية، ألقيت خلالها كلمات تطرقت للثورة وأكدت على التمسك بأهدافها في الوصول إلى الدولة المدنية العادلة. لم يختلف الوضع أيضا في محافظة الجوف، حيث أحيت المحافظة حفلا ألقيت فيه العديد من الكلمات أكدت في مضمونها أن ثورة فبراير نجحت في كسر حاجز الخوف الذي كان جاثما على اليمنيين لعقود طويلة من الزمن، وهدفت إلى التغيير وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية. تعود ذكرى فبراير لترسم ملامح التاريخ من جديد أمام محاولات عديدة لتهميش واقعها الذي كسر احتكار السلطة عند أسرة أو سلالة أو منظومة سياسية معينة.